وانت بتتكلم دلوقتي عن حمدي فتحي، وبرضو بقول لك على ديانج، فينجر المدير الفني التاريخي لارسنال دلوقتي هو مسؤول التطوير في كره القدم في العالم في الفيفا دلوقتي، كان قاعد بيتفرج على مباراه الاهلي بحكم ان هو رئيس التطوير، عجبه جدا حمدي فتحي وعجبه جدا اليو ديانج، يعني قال الاثنين دول لعيبه مميزه جدا من افضل اللعيبه اللي انا شفتها في البطوله، واثنى كمان على اداء النادي الاهلي، واثنى على اداء النادي الاهلي خاصه كمان في مباراه بالميراس الشوط الثاني واحنا خسرانين، وبعد طرد ايمن اشرف وهو قاعد قال عجبني قوي الروح القتاليه بتاعت لعيب النادي الاهلي، يعني من الحاجات القليله اللي انا اشوف فرقه وهي غايبه وهي متاخره بتقاتل لاخر ثانيه، ودي شهاده طبعا يعني فخر لكل لعيبه النادي الاهلي، وهم يستاهلوا، هم معدنهم كويس ويستاهلوا اكتر من كده، وعندهم كمان اكتر من كده. انا عن نفسي يعني من وجهه نظري الفنيه، لا انا مستني منهم لان عندهم كتير وكتير وكتير. شهاده عالميه من فينجر طبعا. طبعا يعني الراجل بيتكلم على اللعيبه دي وعلى النادي الاهلي، فدي شهاده يعني شهاده حاجة طبعا محترمة. تتحط يعني تحتيها 100 خط، راجل مسؤول عن التطوير في الاتحاد الدولي، فهدي حاجه شهاده كبيره جدا، وباذن الله احنا مستنيين لان لعيبه النادي الاهلي عندها الكتير عندها الكتير على المستوى الفردي والمستوى الجماعي.